وحين يقال أحيانا أننا مستعدون لمنحكم قروضا من بعض المؤسسات المالية الدولية، يكون الجواب: هل أنتم الذين تقرضوننا أم نحن هم المقرضون؟ فكفاءاتنا ونخبنا في سائر الاختصاصات لا يمكن تقديرها بثمن بأي عملة أجنبية كانت. أن تونس ليست ضد التعاون، ولكنها حقيقة يجب الإصداع بها ويجب أن توضع في الاعتبار في علاقاتنا الدولية. أيها الملأ الكريم،